أقر مجلس النواب في جلسته الصباحية التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015. وناقش المجلس مشروع القانون وقرار لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، حيث تم إقراره كما جاء من اللجنة مع إجراء بعض التعديلات عليه. يجب أن نعطي الهيئة حق أن تتعاقد مع مثل هذه الشركات. وشكرا سيدي. تغاير بالكلام، يجوز للهيئة التعاقد مباشرة مع أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة. واثنين، بتقول تبرم الهيئة عقد الرخصة مع المؤسسات الرسمية العامة أو العامة، فأفضل أن نشيل كلمة مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة، نشيل كلمة مؤسسة بعد كلمة أو في البند ألف. من الهيئة عقد الرخصة مع المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، وأعتقد أن كلمة المؤسسات قد سقطت سهوا من النص. وشكرا. إضافة كلمة المؤسسات قبل العامة، ويبقى في الفقرة الأولى مع المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة. وخالف المجلس قرار اللجنة النيابية بالمادة 22 من مشروع القانون والمتعلقة بالضرر الناجم عن تشغيل الطائرة والعودة للنص الأصلي كما جاء في القانون، بناء على مقترح تقدم به النائب الدكتور مصلح الطراونة. لا يجوز أن يكون للقائد قائد الطائرة صلاحية أن يستعين بالركاب، عنده طواقم فنية وطواقم أمنية وكفى. أيضا دال استبدال كلمة الأسباب الموجبة عوضا عن الأسباب المبررة. فقرة ها استبدال المنصوص عليه بكلمة المنصوف. الواحد لما بيطلع بالطيارة بيطلع على الجناح بلاقيه مصدي بخاف، فما بالكم عندما تخرج هذه الطائرة من الخدمة 24 شهرا؟ هل يمكن لنا أن نثق في هذه الطائرة، وخصوصا تلك الطائرات المستأجرة التي تأتينا من بلاد أخرى؟ فإحنا هنا أن تخرج الطائرة إذا بعد 24 شهر دون استعمال، الطائرة كل بعد انتهاء من كل رحلة ينبغي أن تقوم بصيانة، ديمومة الصيانة، فما بالكم عندما تخرج من الخدمة 24 شهر؟ إذا رفعنا المدة لأكثر من 24 شهر معنى ذلك أن هذه الطائرة غير آمنة لنقل الركاب. ونحن نتحدث عن طيران مدني، لا نتحدث عن طيران آخر، طيران تجاري مدني يقل بشر، وبالتالي في خطورة على الطائرة عندما تخرج لأكثر من 24 شهر من الخدمة، ينبغي شطبها من السجلات. بدل الاثنين أن تتم المخاطبة، كلمة لرجال الأمن هي مناسبة، لكن أن يتم مخاطبة قائد حرس الطائرة، لأنه قائد حرس الطائرة هو أحد أفراد الطاقم الرئيسيين وهو قائد حرس، ويجب أن يكون هناك تنسيق ما بينه وبين قائد الطائرة ومعه عدد من ضباط الصف، وهذولا مدربين تدريب خاص، لا يستطيع الناس اللي بأمرته أن يعملوا بمفردهم، فلا بد أن قائد الطائرة ينسق مع قائد حرس الطائرة، لا يستطيع أن قائد واحد من الحرس أن يتصرف بمفرده. الفصل التاسع عموما هو يتحدث عن المسؤولية الناشئة عن أضرار الطيران، وخاصة فيما يتعلق بالركاب أو بالأشياء. للأسف التعديل الذي جاءت به اللجنة تعديل غير موفق بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وقد أصاب النص الأصلي بعور. اللجنة تقول تعدل الفقرة ألف من المادة 55 بإضافة عبارة بسبب مخالفات المشغل تعليمات حماية المستهلك أو تعليمات المسافرين ذوي الاحتياجات الخاصة الصادرة عن المجلس. هذا حقيقة تضييق إلى النص الأصلي. النص الأصلي يتحدث عن المسؤولية بشكل عام، والذي يقول كل من لاحق ضرر به ضرر وداخل أو على سطح الأرض وكان الضرر بسبب تشغيل الطائرة إلى آخر النص. وكان وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي علق على مطالبة النائب وفاء بني مصطفى الحكومة بالدفاع عن التعديلات الواردة بالقانون، بأن المجلس يناقش قرارات لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، والحكومة تتدخل في التعليق على نقاط محددة إذا تطلب الأمر.